هو مفصل الركبة دوت مفصل أحادي البعد، يعني هو ليه بيتحرك في اتجاه واحد بس، يا إما أمامي يا إما خلفي. مسؤول عنه عضلتين أساسيتين، العضلة الأمامية والعضلة الخلفية، دول طبعا مشهورين بالاسم، يعني إيه أغلبية الناس عارفاهم طبعا. هو المفصل بيبقى أحادي البعد في الفرد وفي التانية فقط لا غير. طيب لو عايزين بقى ندخل في المشاكل اللي بتتعرض ليها الركبة وتسبب آلام، ونبدأ مع بعض بمشكلة الرباط الصليبي. تمام.